بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. الموضوع بتاع النهارده الديفيوز بريست ليجنز. احنا المحاضره بتاعت المره اللي فاتت اتكلمنا على الحاجات اللوكالايزد، ايه زي الفايبرادينوما اللايكوما الحاجات المالجننت. انا عايز دلوقتي اتكلم على حاجه اوسع واخده جزء اكبر من البريست. الموضوع ان شاء الله خفيف وهيخلص على طول يعني، بس عشان يبقى ايه الناس مايندد بيه. يعني دايما بتبقى المحاضرات او اتراكشن بتاعك في المذاكره بيبقى على الحاجات الفاميليار، فالناس بتروح تذاكر المالجنسي اكتر، الفايبرادينوم او الحاجات البيناين دي اكتر، السيستس على طبعا احنا بنشوفها كتير، وناس كتيره ممكن تغفل القصه بتاعه الديفيوز بريست ليجنز. ولو تاخدوا بالكم احنا واحنا بنتكلم انا بس بنفتح المواضيع مع بعض، يعني انا ما مسكتش المالجنسي وقعدت يعني حطيتهم ورا بعض، ولوبيولار ومش عارفه انفيزيف ودي شكلها، انا ما قلتش كده. احنا بنتكلم على تيم الديفرنشال دايجنوزس بحيث ان احنا نبقى فاتحين الباب وعارفين انا ببص فوكال ولا ببص ديفيوز، بعمل اسسمنت للكالسيفيكيشنز بعملها اسسمنت ازاي. لازم الاول الكوت اللي احنا بتاعت كل مره الجولز بتاعتي، احنا قلنا هنريبيت نريبيت لغايه ما نتعلم حاجه. كمان لازم تبقى سيتنج اسيت اوف جولز بالنسبه لك، لازم تبقى عارف انت عايز تعمل ايه. الجولز اللي انت بتحطها او الاهداف اللي انت بترسمها لنفسك لازم تبقى حاجات اتشيفبل عشان ما تبقاش فوق امكانياتك فتحبط فما تعملش حاجه. يعني ما تقولش مثلا انا يعني ما انا ان شاء الله يعني كل سنه يعني هصيف في الساحل وانا معيش فلوس اصيف في الساحل وما عنديش عربيه اصيف في الساحل ومع يعني كل الظروف ضد ان انا اصيف في الساحل. فاجي بقى الناس تيجي ساعه الصيف كل الناس راحت الساحل وانا قاعد ما رحتش الساحل. فيعني ديبريشن، مين حد مدبرس هناك ولا ايه؟ لا ده واضح ان الناس كلها مدبرسه. او والله ده يعني انا عايزه اروح الساحل وانا عندي امتحانات وعندي نبطشيات وعندي شفتات فمش قادر اروح، فيجي لي احباط، لكن لازم اعمل لنفسي ساتسفاكشن اللي هو بتاع يعني ايه اقعد في بيتنا وسط اهلي والجو جميل والواحد يبهدل نفسه ليه في الحر. لازم ابقى حاطط جولز اتشيفبل انا قادر احققها. انا عايزه اتعلم الحاجه الفلانيه فانا طب انا هعرف اتعلمها، انا ممكن اتعلمها في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، دول اتشيفبل بالنسبه لي ان انا اعملهم. انا ممكن اسيت الجول ده بنفسي، يعني اقول لنفسي انا هتعلم الحاجه الفلانيه. طب الحاجه دي مش موجوده الا يعني مسافه وسفر مني، لا يعني دي استنى شويه ممكن في ستيج ثانيه الاقي تشانس في حته ثانيه. فلازم ابقى حاطط جولز اتشيفبل. انا والله هسجل ام دي هسجل ماستر ابقى انا شايف الكابابيلتيز بتاعتي. تبقى صعبه ما بتبقاش الحاجات الاهداف بتاعتك ما بتبقاش سهله بس قادر ان انت تحققها. نتكلم بقى على ديفيوز بريست ليجنز. دي بتبقى ديفيوز انفلتراتيف بريست ليجنز. في حاجات فاريبل بتعمل المنظر بتاع انها تبقى ديفيوز، سواء حاجات نورمال فيسيولوجيكال تشينجز بنتكلم عليها وحاجات بيناين وحاجات مالجننت، يعني الثلاثه دول بيعملوا لنا ديفيوز باترن في البريست. الكلينيكال مانيفستيشنز اللي البيشنت بتيجي بيها بتيجي بيونيلاترال او باي لاترال بريست انلارجمنت على اعتبار ان هي حاجه ديفيوز، ما بتجيليش بلامب، هي حاجه ديفيوز في البريست كله. ممكن يبقى معاها او معاهاش بريست ماسز مش شرط. ممكن يبقى فيه شرنج او اسيمتري في البريست، يعني كل الكومبلينز بتاعتي حاجه ديفيوز مش بتكلم على نيبل ديسشارج او ماس. دول ممكن يبقوا اسوسيشن للمين كومبلين بتاعها اللي هو بتاع ان هو فيه بريست انلارجمنت او فيه شرنج في السايز بتاع البريست. اول حاجه فايبروسيستيك تشينجز، ده عباره عن بيناين التريشن في التيرمينال داكت لوبيولار يونت معاه او مش معاه فايبروزيس. ده بنشوفه كتير في الفيميل بريست، بنقابله كتير كل شويه ولازم ناخد بالنا من الترم بتاع العنوان. هو ما اسموش فايبروسيستيك بريست ديزيز، هو اسمه فايبروسيستيك بريست تشينجز. This is normal variation او يعني تشينجز طبيعيه بتحصل، ما هواش ديزيز يستلزم العلاج. هو بيستلزم العلاج لو كانت السيستس اللي بتتكون دي بقت كومبليكيتد، لو كانت السيستس اللي بتتكون دي بقت انلارجد وبقت بينفول للعيانه، يعني حاجه سيمتوماتيك بريليف السيمتوم، لكن ما هواش ولا بيناين ولا مالجنت. It is just a form of changes. عشان كده غيروا الترم ان هو ديزيز بقى بيتقال عليه فايبروسيستيك تشينجز. ده فيري كومن، غالبا بيبقى ان يوجوال بيفور الادوليسنس، وعاده بنشوفه في الكبار من 20 ل 40 سنه او بيفور ات المينيبوز او التايم بتاع المينيبوز، مقبول ان احنا كل الفتره دي نبقى شايفين فيها الفايبروسيستيك تشينجز. كلينيكال برزنتيشن بتاعتها ممكن تيجي مالتي فوكال وباي لاترال، يعني عاده مش هتجيلي بلوكالايزد، مش هتبقى في جزء معين من البريست، هيبقى الكومبلين بتاعها وايد عن كده، هيبقى فيه تندر ونودولار سويلنجز. حتى هي هتقول لك انا بالبابول حاسه كذا ماس في كذا مكان، هي مش حاسه ماس، هي ممكن تبقى حاسه السيستس او حاسه الفايبروزس اللي موجوده في البريست. الباثولوجي بتاع الفايبروسيستيك تشينز بتبقى حاجه هرمونال نتيجه الاستروجين بريدوميننس اوفر البروجستيرون.
ده اهم فاكتور. وبعدين بيبقى في فيها انواع الفايبروسيستيك تشينز، تبقى في حاجه اسمها نون بروليفراتيف او السمبل تايب او البروليفراتيف، وده بيحصل فيه اتيبيكال ابيثيليوم وهايبر بليزيا، واخيرا السكلوروزنج ادينوزس. النون بروليفراتيف او السمبل فايبروسيستيك تشينز دي بتبقى حاجه سامبل فعلا، يعني هي حاجه لا تستلزم حاجه غير ان انا اعمل فولو اب، او زي ما بشوف كده ان انا بشوف الكومبلين بتاع البيشنت ايه. لكن حاجه يعني ما تقلقنيش ولا تقلق العيانه، وتعملي لها ري اشورنس وانت مطمنه ان دي حاجه بتحصل عند فيميلز كتيره، فلا تستدعي القلق ولا تستدعي ان انت هتعملي حاجه ثانيه او بروسيس ثانيه. النون بروليفراتيف ريجنز او السامبل ليجنز دي مش بتبروسيد لكانسر، لكن الحاجات الثانيه ممكن، او البروليفراتيف او اللي هي فيها اتيبيا او هايبربليزيا، دول اللي ممكن يقلبوا بكانسر بعد كده. ده المنظر اللي انا ممكن اشوفه انا لما اعمل اكزامينيشن للبريست بالالترا ساوند. وطبعا الديزيز ده الجولدن بالنسبه لي فيه الالترا ساوند مش الماموجرافي، على عكس الحاجات الثانيه، لان انا في الماموجرافي ممكن اشوف مالتيبل ليجنز كده دنس، ممكن يبقى البريست هيتروجينس على اعتبار ان انا ببتدي من سن ال 30 وانا طالع، فممكن يبقى لسه ستيلن البريست هيتروجينس ما قلبش فاتي، فشايف حاجات دنس ومش قادر اعمل لها ديسكريميشن. لكن لما اروح بالالترا ساوند هلاقيهم مالتيبل سيستس، اعداد كبيره انيومرابل، يعني مش قادر اوصف في الاخر في الاوبينيون اكتب ايه، 2 سمبل سيست 3 سمبل سيست، لا انا مش قادر اعد بقى، انا طلعت بره ان انا عندي 3 عندي 4 عندي 5 عندي 6 عندي 10، انا مش قادر اعد. لما بعمل لهم اسسمنت بالالترا ساوند بعدي عليهم سيست سيست عشان اتاكد ان كلهم سمبل، ما يبقاش فيهم حاجه كومبليكيتد، كلهم سمبل، يعني الوول تبقى ثين زي ما احنا شايفين هنا كده، او امبرسبتبل انا مش قادر اشوف الوول مثلا، وانها تبقى انيكويك من جوه او ايكو فري، ابقى شايفاها ما فيهاش مثلا سوفت تيشو كومبوننت، ما فيهاش تربيديتي، تمام. وممكن يبقى وراها على حسب السايز بتاعتها بوستيرور انهانسمنت. معاها كمان ممكن اشوف ان الماموري زون بقى ايكوجينيك اكتر، ماشي، الداكتال سيستم بقت بروميننت اكتر، لان الادينوزس بارت من الفايبروسيستيك تشينجز، وهما الاثنين ممكن يبقوا موجودين. الفايبروسيستيك تشينجز هبقى سبورت ان انا الاقي معايا مالتيبل سيستس. ممكن كمان تبقى بريزنتد بشكل لوكال شويه او فوكال شويه، ما يبقاش ديفيوز، ان انا اشوف الاريا دي ماس كده، انا يخيل لي كده انها ماس وجواها انترا ليجنال سيستس، يعني جوه الماس دي هي مش ماس، ده عباره عن فايبروزس وجواه السيستس بتاعت الفايبروسيستيك تشينجز. هي ساعتها هتبقى جايه كومبليننج برضو من لام، بس انا هكونسيدر الايدج وهكونسيدر ان الليجن كله على بعضه يعني ما هوش بريكنج داون، يعني ما هوش سوفت تيشو في بريكنج داون، فانا ساعتها ممكن يعمل كلوز فورو اب، يبقى ممكن اطلب بايوبسي، لان في حالات حتى ادينوزس بنطلب لها بايوبسي. انا مش قادره يعني مش قادره اقول ان ده بيناين، انا عندي مش عارفه اسيمتري وقلقانه من الحته بتاعت الادينوزس دي، خدوا لها بايوبسي، ويجي لي الريبورت ان هو ادينوزس مش كانسر، مش مشكله زي ما اتفقنا، مش مشكله، انا مش خسرانه حاجه، تمام. الحاله دي لما اتعمل لها البايوبسي انها طلعت انها فايبروسيستيك تشينجز. في حاجه اسمها السكليروزنج ادينوزس، انا قلت انها بتبقى فيها اتيبيكال هايبربليزيا، دي بتبقى بيناين ونان كانسرس بروليفراتيف، وممكن في نسبه ضئيله جدا منها تقلب بكانسر. طيب برضو من الادينوزس الاسينايد بتكبر معايا وبتبقى ديستورتد، وممكن تبقى حواليها برضو شويه فايبروزس، هيجي لها بين سايكليك بين. الناس اللي عندهم الفايبروسيستيك تشينجز والادينوزز والسكليروزنج ادينوز، الحاجات دي كلها نوع البين بتاعتهم، يعني وانا داخله يعني قبل ما ابدا شغل على الحاله في الالترا ساوند من الكلينيكال بيكتشر انا ببقى عارفه انا يعني انا داخله هشوف ايه، لان انا بسال انت ايه اللي تعبك، ده انا بيحصل لي انلارجمنت، ده بيبقى فيه تندرنس في البريست، هقوم ساله على التايمنج، التايمنج بتاعك على طول في البين ده ولا لو ريليشن لحاجه، هما ممكن ما تبقاش اوير، بتقول لك والله ده على طول ده مش عارفه ايه، فانت تعمل ليدنج كويستشن اكتر، فتقول لها طب هل له علاقه بالمنسترال سايكل بتاعتك، يعني قبل التايم بتاع المنسترويشن قبلها مثلا 10 دايز 2 ويكس بيبقى فيه التند، تقول لك ده الماكسيمم، ساعتها انا داخل عارف ان انا بدور على ادينوزس او بدور على فايبروسيستيك تشينجز ايا كان، تمام. في الاثنين هلاقي فيه بروميننس في الماموري زون، هبقى شايفاها بروميننت وبروميننت للداكتال سيستم، وفي الفايبروسيستيك تشينجز هضيف عليه ان انا هبقى شايفه مالتيبل سيستس معاه. القصه بتاعت الادينوزس بتبقى ماتش مور كومن في الابر اوتر كوادرنت، وحتى في الماموجرافي ممكن الاقي فيه كوندنسيشن للجلاندولار اليمنت دايما بزياده في الابر اوتر، وفي الالترا ساوند هبقى برضو بدي عنايه اكتر للكوادرنت ده، واحسن بوزيشن وانا بفحص الابر اوتر كوادرنت ان انا نايم العينه لاترال، عشان يبقى البريست اين كان السايز بتاعه في اللارج سايز بريست يبقى نايم على الجنب، ابقى انا قادره اعمل سكيلينج او ايمجينج لاكبر مساحه، ما بقاش ميسنج حاجه، لان الابر اوتر كوادرنت ده سايت لحاجات كتيره باثولوجي بتحصل نتيجه ان في جلاندولار اليمنت اكتر من بقيه البريست.
دي حاله بتاعت سكليروزنج ادينوزس شكلها سسبيشس. انا بالمنظر ده كده انا عمري ما هشخص سكليروزنج ادينوزس، بس انا ابقى عارفه ان انا لو انا شخصت الحاله دي وقلت لهم دي مالجنت بايراتز 5 وراحت عملت بايوبسي وجالي الريبورت فيه سكليروزنج ادينوزس، ما اقولهمش ايه الخرف اللي مكتوب لي ده؟ استحاله. لا ابقى انا عارف ان في حاجه اسمها سكليروزنج ادينوزس بتيجي بالمنظر ده، ابقى انا عارف ان في حاجه اسمها ريديال سكور بتيجي بالمنظر بتاع السبيكيوليشن، ابقى متخيل عشان ما يحصلش كونفلونت ايه، ما تلخبطش العيان ايه سكليروزنج ايه ادينوزس اللي هو كاتبها لي دي، ده انت حاله مالجنسي وده يعني كلها الدايركت ساين بتاع المالجنسي ايه سبيكيوليشنز واركتكتشر ديستورشن وهنا هايبو اوكويك ومعاها سبيكيوليشنز كلاسيك ان انا اكتب مالجنسي، ما فيهاش مشكله لو انت كتبت مالجنسي طبعا. يعني بعد كده الادينوزس بتاع البريست اللي هو احنا قلنا ان هو جزء من الفايبروسيستيك تشينجز، بيبقى فيه انواع منه بتيجي بري مينوبوزل وفي حاجات بتيجي منه بوست مينوبوزل. البوست مينوبوزل اللي هو زي السكليروزنج ادينوزس برضو بتيجي بلامبي بريست وسايكليك ماستالجيا في يانج فيميل، بيبقى جاي سنها صغير، لما اسال على البين الاقيه سايكليك مرتبط بالمنسترال سايكل بتاعتها ولامبي بريست، انت حاسه ماسز؟ اه ده انا حاسه كتير، حطي ايدك عليه. ده اول سؤال تقوله للعيان، حطي ايدك على الماس عشان انا اشوف ايه اللي تعبك، فتلاقي ايدها ماشيه فيج يمين شويه شمال شويه تحت شويه، لكن اللي بتبقى جايه بلامب او ماس هي بتحط ايدها على الماس سواء بيناين او مالجنت، لكن طول ما الموضوع ديفيوز هتلاقيها بتشاور لك في كذا مكان. ده كده المنظر بتاع الادينوزس اللي هو انا مش شايفه فيه حاجه لان هي بتبقى في يونج فيميل، فغالبا هيبقى اكستريملي دنس بريست فانا مش هبقى شايفه فيه حاجه، لكن انا شفت الماموجرافي وانا متوقعه انا هدخلها على الالترا ساوند هلاقي المنظر بتاع الادينوزس اللي هو فيه بروميننت في الجلاندولار اليمنت وبروميننت في الداكتال سيستم كمان. بعد كده دي الحاجات اللي هي الفايبروسيستيك تشينجز والادينوزس. نيجي بعد كده للفيسيولوجيكال تشينجز ديورنج لاكتيشن، اثناء البريجننسي واللاكتيشن البريست بيبريبير بطريقه معينه، بالتالي الايكو باترن بتاعه في السونار والدنستي بتاعه في الماموجرافي بيبقى مختلف. بيبقى مختلف ازاي؟ في الماموجرافي البريست هيبقى دنس اكتر، تمام، وعشان بيحصل بقى فيه بروميننس للداكتس والجلاندولار اليمنت بتبقى بروميننت، فالجلاندولار اليمنت دي هتخلي البريست دنس شويه، الداكتس ممكن اشوف حاجات تيوبلر جوه الماموجرام، كل ده هيقلل لي السنسيتيفيتي بتاعت الماموجرام. يعني لو عندي ماس، لو هي كوانسيدنس انها لاكتيتنج وجالها كانسر، لو عندي ماس هتوه مني، يعني ابقى برضو ايه عارف التولز اللي انا بستخدمها في الوقت ده مناسبه ولا لا، هتوه مني، فانا هبقى ديبندنج بدرجه اكبر على الالترا ساوند. الالترا ساوند برضو هيبقى البارينكما نفسها ديفيوز وانهيموجنس، بس الكاركترستيك اللي فيها البروميننت داكتال سيستم غير الادينوزس خالص، لا ده انا هشوف الداكتس فيها ايكو فري ودايليتد وبروميننت واكتر حوالين البارا اريولار ريجن او عند الكونفرجنج على النبل. ده المنظر بتاعهم في الماموجرام بتاع لاكتيتنج فيميل. انا مش قادره يعني حتى لو في ماس او كانسر او لا يعني اي حاجه من كده انا هتبقى مسد مني في الماموجرام. ده منظر بتاع الالترا ساوند ان انا برضو هلاقيهم دنس كده، ولما اروح على الالترا ساوند هلاقي البارينكما نفسها بقت ايكوجينيك، تمام، اللي هي الجلاندولار اليمنت، والداكتال بقت بروميننت. احنا اتفقنا قبل كده ان الداكتس الدايلاتيشن بتاعها 2 مللي وبعدين ومن 2 ل 3 تبقى بروميننت واكتر من 3 بقينا دايليتد، تمام. ليجنز بقى اللي هي ديفيوز وريليتد للبناين انتيتي، الماستايتس والابسس. ماستايتس ده اللي هو ده يعني موست كومن كوزيف اورجانيزمز بتاعته الاستاف والستريبت، وساعات بيبقى التي بي انكاونترد في الموضوع. كلينيكالي البيشنت هتيجي بالكونستيتيوشنال مانيفستيشنز بتاعت انفكشن، يعني هتيجي بتندرنس، اريثيما، انديوريشن، في بين، في ريدنس، الحاجات بتاعت الانفكشن، الحاجات اللي احنا عارفينها المعتاد عليها. طيب انا دلوقتي برضو نفس القصه، انا عرفت الكلينيكال بتاعها، فوانا داخله انا عارفه انا بشوف ايه سواء في الماموجرام او في الالترا ساوند. ماستايتس هتبقى حاجه ديفيوز بتكومبليكيت بعد كده بابسس اللي هي ممكن تبقى حاجه لوكالايزد. الماموجرام عاده ما بيتعملش في البيبرال ماستايتس لان كان يعني مش هيبقى له ممكن يعني سيجنيفيكانت قوي برضه عشان الدنستي، وعشان كمان البريست بيبقى اكستريملي بينفول بالنسبه لي ان انا اعمل الكومبريشن، فهبقى ليميتد عند ليفل معين في الكومبريشن مش هستفيد حاجه، تمام. يبقى اللي هعتمد عليه برضه اكتر الالترا ساوند، لكن اكتر حاجه ممكن الاقيها ممكن الاقي الريجولار ماس،
السكن هلاقي ممكن يبقى فيكنت، ممكن الاقي ترابيكولار تيكنينج. ترابيكولار تيكنينج دي اللي هي ايه؟ الفايبرس سترينس اللي انا شايفاها دي هتبقى فيكنت. اه طب انا هعرف منين انها فيكنت؟ هو انا هقيسها؟ لا، ده فايده ان حضرتك تشوفي نورمال كتير، فلما تشوفي التيكنينج دون تبقي عارفاه، عشان لما نيجي نعمل في الديسكربشن بوصف ديفيوز باترن للبريست اقول انكريز الدنسيتي بتاع البريست، يبقى انا عارفه يعني ايه الجلاندولار اليمنت بتاعت برايت بقت برايت بزياده وبرايت كتير كومبير. انا بكومبير بايه؟ بكومبير باللي انا شفته قبل كده؟ لا، انا بكومبير الرايت بالليفت فور اكزامبل. والله ده الليفت الجلاندولار اليمنت الدنسيتي بتاعتها معقوله، لكن انا عندي الرايت ده بقت اكستريملي دنس. وبعدين بقى افصلها من جوه، ابص على الترابيكيوليشنز او الفايبرس سترانس الاقيها بقت فيكند، فاكتب كمان معايا في الريبورت ان انا عندي فيكند ترابيكيوليشن. طيب واقوم بص بعد كده، اقوم طالعه لبره شويه واقوم بص على السكن، والله السكن هنا ده ماشي نورمال، لا ده هنا بقى فيه فيكند سكن. هروح الكلام ده كله اخده على الالترا ساوند وكونفيرم، تمام؟ هلاقي برده الدنيا ايكوجينيك بالزياده في الالترا ساوند، واخد الثيكنس بتاع السكن اقدر اقيسه بقى في السونار، تمام؟ الالترا ساوند يوزفول في البريست ابسس ان انا الاقي ليجن لوكالايزد. هو مفترض ان هي زي سيست وبقت كومبليكيتد، يعني فيها تربت كونتنتس. لما اجي اعمل الترا ساوند لو عملت اكزرشن كومبريشن هلاقي الشيب بتاع الابسس اتغير، ما هياش سوفت تيشو ماس، لان انا ده كده المنظر ان انا هلاقي دنس بريست بايلاترال، تمام؟ انا مش قادره اشوف حاجه. الترابيكيوليشن بقت ثيكند، ده طبعا انا مش قادره كومبير الرايت بالليفت، لكن قادره كومبير الصوره دي بالصور اللي انا شفتها قبل كده، ان انا ابص على الحاله نورمال او حاله عاديه مثلا كان فيها بيناين ليجن واشوف منظر الترابيكيوليشنز او يعني الخطوط الفايبرس اللي ماشيه هتلاقيها سموث وثن، غير هنا هتلاقيها شويه بقت ثيك. ولما اروح هنا اهو ده ماس كده او مش ماس، هو زي كولكشن انت لاقيه كده، يعني زي ما يكون تراكنج وسط التيشو البارينكما التيشو، تمام؟ فانا هفكر بقى اجمع الكلينيكال بيكتشر على الماموجرافيك فايندنجز اللي هي نون سبيسيفيك، احط جنبهم الالترا ساوند اللي انا شفته، هقول ان الموضوع كله انفكشن وان دي موست لايكلي انها تبقى ابسس. بعد كده الانتيتي اللي بعد كده اليونيلاترال بريست اديما، ودي من الحاجات المهمه جدا اللي الناس بتبقى مزد منها وما بتبقاش عارفاها وما بتبقاش عارفه توصفها، لان زي ما قلت ان احنا متعودين دايما ان احنا ايه نشوف الفايبر ادينوما المالجنسي ونقعد نوصف فيه. يونيلاترال بريست اديما دي ممكن يبقى كذا باثولوجي يعملوها، ده توصيف لحاجه يعني كذا ديزيز وصلونا للقصه بتاعه الاديما. زي ايه؟ انفلاماتوري بريست كارسينوما ادي كانسر، ليمفاتيك اوبستراكشن، تمام؟ ادي ممكن تبقى حاجه جنرال، ماستايتس انفكشن، ليمفوما، بوست راديشن سيندروم او سيستماتيك كونديشن زي كونجستيف هارت فيلير ونيفروتيك سيندروم. اشهر حاجه بنشوفها البوست راديشن تشينجز، العيانه جت عملت بريست كونزرفاتيف سيرجري، شالت بس الماس، راحت خدت راديشن وجايه لي وانا اتخضيت بقى، لقيت منظر عجيب كده في البريست، انا مش قادره اشوف فيه حاجه ومش عارفه امسك القلم واوصف، تمام؟ ده اشهر حاجه اللي هي البوست راديشن، وخلص بالراحه كده، هي العينه راحت شالت الماس، هي جالي دلوقتي، يبقى انا بعمل حاجتين، ده في اي حاجه في الاشعه، واحد راح خد تريتمنت عمل اوبريشن فجاي لي، هعمل ايه؟ هعمل اسسمنت للاوبريشن نفسها، اشوف الاوبريشن نفسها اخبارها ايه، في سيكول من الاوبريشن دي ولا لا، وتاني حاجه هشوف في ريزيديوال او في ريكارنس ولا لا. يبقى دول التو تارجتس بتوعي في اي حته في البرانشات بتاعه الاشعه حاجه بوست اوب. فانا مثلا هنا كده هقوم مقارن الرايت بالليفت، هو واضح طبعا ان الليفت هو اللي حصل فيه المشكله ايا كانت هي. انا دلوقتي بتكلم على ان هو اديما بغض النظر هو فيه ايراديشن لمفوما اوبسترا، انا ما بتكلمش عليك، انا بتكلم ان في اديما. هعرفها ازاي بقى الاديما؟ هكمبير ده بده، اولا المامري زون هنا اخباره ايه؟ في سكاترد كده جلاندولار اليمنت هنا، تمام؟ لكن الناحيه دي لا، انا شايفه الدنيا هنا دنس بزياده. الترابيكيليشنز بقى ابص على الفايبرس تيشو هنا ماشي سموث كده، وابص بقى على الثيكنس هنا، لا ده بقى كتير. العدد بقى كتير، الثيكنس بقى اكتر. تمام؟ طيب عادة السكن بيبقى برومننت عند المنطقة بتاعت الاريولا، اه متقبل كده في الحدود دي، بس مش كده. مش كده، يبقى في ثيكنس كمان في السكن، تمام؟ يبقى انا عندي البريست اديما هنا مانيفيستد ببروميننس في الجلاندولار اليمنت، الجلاندولار اليمنت بقت دنس، في ثيك ترابيكيوليشنز ومعايا ثيكن سكن. الليجنز بقى اللي لها علاقه بالماليجنسي، انفلاماتوري بريست كارسينوما هي رير من 1-6%، بس دي بالنسبه لنا تعتبر مشكله، لان العيانه ممكن تروح لكلينيشن او سيرجن او حتى راديولوجيست وتتشخص على انها جاست انفلاميشن، ده انت ماستايتس بس وخلاص، لانها بتيجي بالسمبتومز بتاعتها بتبقى شبيهه بالانفلاميشن، فممكن تاخد يعني انتي بايوتيك يمشيها على انتي بايوتيك وروحي وتعالي لنا تاني. هنشك امتى؟ لما نلاقي انها واخده الدوز المظبوطه بتاعت الانتي بايوتيك وما جابتش نتيجه.
او ان البيشنت نفسها تبقى هاي ريسك، فانا بقى اصلا كوشس لما تيجي لي بانفلاميشن ما سلمش نفسي كده وما لا روحي روحي ده هم شويه بس انفلاميشن، لا هاي ريسك ابقى انا دايما كوشس معاه، لان البرسنت بتاع انها ديفلوب كانسر اعلى من الناس التانية. طبعا دول بيبقوا بور بروجنوزس، وهتبقى عندنا الماموجرافي بتاعها والالترا ساوند وكده هيبقى نفس المنظر بتاع البريست اديما اللي هو هيبقى فيك ترابيكوليشن فيك ان ذا سكن، ممكن ابقى الاقي نيفل ريتراكشن، ممكن كلينيك الاقي بيدو رانج، الحاجات بتاعه الساينز الثانيه بتاعه الماليجنسي اللي ساعتها دي هتخلي الموضوع سهل هتتشخص على طول. الالترا ساوند يعني هيسفدني ان انا ممكن الاقي ماسز اندرلاينج ماسز لو انا مش قادره طبعا اشوفها بالالترا بالماموجرام نتيجه الاديما اللي موجوده في البريست، لان الاديما دي بتخلي البريست سنسيتيفيتي الماموجرافي سنسيتيفيتي بتاعته قليله ان انا مش قادره ديتكت اندرلاينج ماس. وفي الالترا ساوند زي ما قلنا هنقدر نشوف السكان واقدر اقيس التكنس بتاعته واتاكد فعلا ان هو فيكنت. الديفرنشال دايجنوزز بتاعت الانفلاماتوري بريست كارسينوما، النون بيربرال ماستايتس، لوكالي ادفانسد بريست كانسر، برايمري بريست ليمفوما، في حاجات برايمري او حاجات البوست ايراديشن هتدي نفس المنظر، فانا لازم ابقى واخده كلينيكال هيستوري من العينه كويس. وحتى لو قلنا انفلاماتوري كارسينوما قلنا برايمري، المهم ان احنا دخلنا بالبيشنت في السكه بتاعه الماليجنسي، ما قلتش ان هو انتي بايوتيك وروحتها البيت وقعدت. هنعرف ندسكريمينيت ازاي؟ مش هنعرف ندسكريمينيت قوي الا اذا اعتمدنا على الكلوز فولو اب، الدنيا بتبروجريس ولا لا، هي واخده اديكويت تريتمنت اساسا ولا لا. اهو المنظر كده، البريست بقى دنس، جزء الجلاندولار بقى دنس، ده هنا كمان دنس. ايه تاني؟ بصوا على السكين هنا وبصوا على السكين هنا، ايه الاخبار؟ ثيكند اوتوماتيك، اقوم بص على التريبيكيليشنز هنا هلاقيها ثيكند كومبيرد بالناحيه الثانيه. تمام؟ في الالترا ساوند لما اجي اعمل الالترا ساوند هلاقي فيه بروميننس للجلاندولار اليمنت، تمام؟ وفي تمام في سبكيتينيوس اديما وفي بروميننس للليمفاتيك شانلز. المنظر بتاع الاديما ده برضو كاركترستيك ان انا اشوفه في الالترا ساوند، يعني اشوف المنظر ده يبقى بريست اديما، اشوف المنظر ده في الماموجرام يبقى بريست اديما، المنظر ده في الام ار اي في ديفيوز انهانسمنت ما هياش حاجه لوكالايزد او ماس لوكالايزد، يبقى انا في الكاتيجوري بتاع الديفيوز. افكر بقى هل دي يعني فيسيولوجيكال تشينجز، ده دي حاجات مع البينايل، ده دي حاجات مع الماليجننس، اعمل ديفرنشال دايجنوزس بتاعتي. الانفيزيف لوبيلر كارسينوما واللي هي السكند موست كومن بريست مالجنسي ممكن تيجي بنفس المنظر، هلاقي في عندي اركتكتشر ديستورشن او اسيمتري ومعاها حواليها ممكن يبقى فيه شويه اديما في البريست. اكتر حاجه مشهوره ان انا بقى لما اروح اعمل معاها الالترا ساوند الاقي معايا في ماس كده، اثرت عليا الموضوع ان انا ما اقولش ان ده حاجه يعني انفكشن، لا انا ساعتها هبقى دايركتد كونفيدنتلي ان انا اقول انها تبع المالجنسي. اهو زي المنظر ده برضو كده، اهو البريست ده هنكمبير بده هنلاقي ان ده دنس اكتر، الترابيكيليشنز بقت ثيك اكتر، لما اعمل الترا ساوند هلاقي البريست نفسه يعني هيزي كده، الالترا ساوند بتاعي هيزي ومفيش ماس بس الصوره مش مريحاني، مش نفس الباترن اللي انا متعود عليه في النورمال. ولما اعمل الام ار اي بوست كونتراست الاقي ديفيوز باترن اوف انهانسمنت. اخر حاجه الميتاستاسيس، بيقول لك ان الميتاستاسيس دي بتحصل في البريست او بتحصل، ما هياش كومن مش زي طبعا الاورجنز الثانيه، واشهر مكان يبعت ميتاستاسيس للبريست الاذر بريست، يعني هي عندها كانسر في الرايت يبعت لها في الليفت. طبعا انا مش هقدر ادسكريمينيت برضو، لكن يعني هتبقى حاجه متخيله او حاجه انا ممكن اسسبكت، لان انا عاده الحاجات بتاعه المالجنسي الماموجرام والالترا ساوند هم مش بيبقوا نون يعني بيبقوا نون سبيسيفيك، انا بقول ان دي غالبا دكتور كارسينوما انسايت، وانا بقول ان دي غالبا انفيزيف لابيلار كارسينوما، انا بقول ان دي غالبا ميتاسيس، بس انا مش بكتب باثولوجي. تمام؟ فانا هنا في السي تي لقيت دنس انا مش قادره اشوف فات خالص، تمام؟ وبعدين هنا لقيت في الالترا ساوند انفلتراتيف هايبوكوبيك ماس اللي هي الكبيره دي اللي انا مش قادره اشوف الحدود بتاعتها، تمام؟ ولما عملوا البايوبس لقوا ان هي ميتاستاسيس، عشان البيشنت اصلا كان عندها رابدومايو ساركوما فهي اللي بعتها للبريست. ده انا مش مطلوب مني ان انا اقول ان دي ميتاستاسيس فروم رابدومايو ساركوما، لكن انا هبقى كونسيدرنج لو العيانه جايه بتقول انا عندي برايمري اساسا. فاينالي هنقول ان الحاجات بتاعه الديفيوز دي نفتكر انها كذا انتيتي سواء فيسيولوجيكال او بيناين او مالجنت، الديفرنشال دايجنوزس ما هوش سهل قوي، بس على الاقل ابقى مجمعه الكلينيكال بيكتشر بتاعتي وعامله كورليشن بين الماموجرام والالترا ساوند عشان اقدر اطلع بنتيجه، في حاجات منهم ينفع اطلع بنتيجه، يعني في الناس اللي جايين بوست ايراديشن انا هطلع ان ده في بريست
اديما هبقى قايلاها وانا مطمن. والله ده جايب يعني بانفلاماتوري، هبقى انا دايما في دماغي الوسواس ده اللي احنا قلنا عليه في المحاضره، هل هو ماستايتس ولا هو انفلاماتوري كارسينوما. ماشي تمام، ثانك يو.